انا عندي كبسه هعملها بالمكرونه، عندي ريش ضاني او ريش بتلو، مكرونه مقصوصه او خواتم، طابل الكبسه بصل ثوم طماطم لورو حبهان قرنفل قرفه ليمون او ليمو ليمون جف كزبره خضراء فلفل حار او فلفل اخضر زبده مرق هنزينها طبعا بالفلفل الحار. واجي هنا نعمل ايه؟ نعمل صدمه الاول للحمه بتاعتي مع زيت الزيتون. خد بالك يا باشا، وطبعا زي ما انت عارف كل مره بحط حبه الملح بتوع الشغل هنا. واجي كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الريشه بريشتها اهي اهي اهي، ويا صلاة النبي يا صلاة النبي، وادي حبة الزعتر معاه اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، ننزل عليهم بالبصل، وادي كمان كرفس، وادي ثوم. وادي حبة زبدة، بحط الفيجيتابل كله مع بعضه كده. وادي الحبهان ورنفل كل الحاجات الدراي دي بحطها تتحمص. حبيبي يا رسول الله. اكمل بقى بحبة الزبدة اللي حدايا دول. انا حطيت الملح في الاول خلي بالكو. ادي الفلفل، وادي الشاي. وادي لحمتها، ادي حبة طماطم. وادي طماطم بوغي. الله هتمسح هدومك فيه كده. الله يا بلادنا الله، بتاخد ريسيبي كتير. دي الميه بتاعت المكرونه اللي هتشربها بعد كده. ادي اول وكله، وادي حبة المكرونة بتاعتها اللي هنحمرهم. اجيب المكرونة بتاعتي